بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بالجميع. ضمن سلسلة شخصيات وأسر خليجية والتي نقوم فيها بتوثيق الشخصيات والأسر الخليجية من خلال ما بين أيدينا من مئات الألوف من الوثائق العربية والعثمانية والبريطانية والصحف والمجلات وكتب التاريخ والأنساب والروايات الشفهية، نوثقها مرئيا ومكتوبا أيضا، وفي موقعنا ديوان الخليج أضخم ذاكرة بيانات خليجية. هنا سيرة مع أحد الشعراء المخضرمين، الشاعر الكويتي فراج ابن بويتل لجبلي المطيري رحمه الله تعالى، والمولود في حدود سنة 1865 والمتوفى في حدود سنة 1945، من الشعراء الذين خلد شعره تاريخه وخلدت أخباره الطيبة تاريخ هذا الرجل الذي أدرك الحقبة الأولى من القرن العشرين في الكويت. والشاعر فراج بن بويت الجبلي رحمه الله تعالى أدرك شيوخ الكويت وحكامها، وكان متصلا بهم، خاصة الشيخ سالم بن مبارك رحمه الله تعالى، فكان متصلا به ويأتيه، حتى قيل بأن الشيخ سالم أعطاه بيتا في منطقة المرقاب، كان على صلة وثيقة بتاجر الكويت السابق هلال بن فجعان المطيري رحمه الله، وعلى صلة بالعديد من الشخصيات والأسر الخليجية والكويتية. لشاعرنا فراج بن بويت المطيري رحمه الله تعالى ولدان وبنت، أما ولده الأول عبيد فقد توفي شابا وعنده بنت اسمها نوير، وهي والدة النائب الكويتي السابق محمد المهمل وأخيه بدر، والابن الثاني هو معزي وهو والد فراج وجابر ومحمد وخالد، وأما ابنته فهي منيرة. ومن أبنائه أو أحفاده الموجودين العم فراج بو خالد فراج الجبلي حفظه الله تعالى، وهو رجل معروف في الكويت، وأبناؤه أيضا ممن هم معروفون في الكويت وممن يقومون على جمع تراث جدهم الشاعر الشهير، والذي سأقوم بعرض شيء من أشعاره والتي تدل على قوة شاعرية هذا الشاعر. كما ذكرنا بأن الشاعر فراج بن بويت الجبلي كان على صلة وطيدة بالشيخ سالم بن مبارك رحمه الله تعالى، وقد أعطاه بيتا في المرقاب، ومدحه الشاعر فراج لما ولي الحكم وقال فيه قصيدة منها بيته الشهير: يا شيخ بعد حكمك والقاع ممطور والزاد راخص والجلائب تنصعك. من جميل الأبيات التي قالها الشاعر فراج بن بويت الجبلي يمدح شيخ السعدون في ذلك الوقت الشيخ عجمي ابن سعدون رحمهم الله تعالى، يقول: يا الله يا قادر ولا أنت مقدور، يا فارض غير الصلاة والصيام، اللي جيت شيخ الشيوخ حاضر ومحضور، لعجمي بن سعدون بلغ سلامي. عجمي الحال عن 80 طابور يضرب بحد السيف والموت حامي، عجمي اللي قالوا هل الخيل حاذور، شيخ ورا الشيخان بالفعل زامي. قويت صلة شاعرنا فراج بن بويت الجبلي بتاجر الكويت في زمانه الطواش الشهير إهلال بن فجحان المطيري، وكان يعد من كبار طواويش الكويت. صار بينه وبين حاكم الكويت زعل، فذهب إلى البحرين وجلس فيها فترة، ثم استدعى فراج بن بويتل وذهب إليه في البحرين، وكان على صلة وثيقة به، وقصد فيه فراج كثير من القصائد وكثير من الأبيات، منها قوله رحمه الله: يا ناس جعل إهلال يمشي بالأرباح، وجعله على الدنيا كثير الحساني، وإن مات جعل الله يعوضه بالأفلاح، اللي يوسع منزله بالجناني. ومن مدائحه المشهورة قصيدته في الشيخ سعود الفغم جد والد عبد العزيز الفغم رحمه الله الحارس الشخصي للملك سلمان حفظه الله، يقول: وليالي فيت سعود مروي شبزان، اللي جعل كسبه الربعة نفادي، اللي ينهض ينهض بريش وجنحان، في مخلبه ما يفرس إلا الثنادي. والحقيقة أن سيرة وشعر الشاعر فراج بن بويت الجبلي رحمه الله تعالى أكثر من أن تحصر في هذه الدقائق، لكن هذا ما جادت به القريحة، ولعله إن شاء الله تعالى نفرد السيرة عنه وعن غيره من أخبار الشخصيات اللامعة في تاريخ خليجنا العربي. نراكم على